نتكلم عن المباراة. يا الله بسم الله توكلنا على الله. البطولة الرباعية في الأردن تنطلق بمباراة العراق بقيادة كاساس وقطر بقيادة كيروش. هذه المباراة استعدادية لها كأس آسيا كأس العالم. الأمور ماشية تمام، العراق يحاول يستقر يحاول يشتغل صح في هذه المباراة يا جماعة الخير. أول ما اشتغل كاساس على الضغط العالي على المنافس وصحح هذه أو عالج هذه في هذه المباراة. نشوف ما كان هذا متاح للعراق سابقا، يضغط الفريق في أرضية ميدانه بأكثر من لاعب مثل ما تشوفون، واحدة اثنين ثلاثة، هنا صارت أكثر من مرة. هذا واحد. اثنين، لا تزعلون من نقول العراق يعتمد على أسلوب هجومي أوحد وهو الكرات العرضية. لما يكون أيمن حسين عندك في الملعب يعني خلص كرات طويلة، لعب مباشر على رأسية أيمن حسين أو الاعتماد على الكرة الثانية اللي ينزلها أيمن حسين وعلى الدربكة وعلى الكرة اللي هنا تجي بالبوكس والكل يتكالب عليها، بل كتالله تجي جول هيك بهالأسلوب. وهل شوف كرات كثيرة طويلة عرضية، إضافة إلى أنه العراق أصلا ما استفاد ولا أن يستفيد من الكرات الثابتة. تمام، بعدين لما يجيك دانيلو سعيد ويدخل لك علي الحمادي ويدخل لك بقية الشباب أحمد علي، تشوف تنويع باللعب، تنويع وتغيير تام باللعب. أيمن حسين بشرفك هاي يضيع. الآن بمجرد ما دخل دانيلو، التسديد، الدخول من الجوانب، التسديد من وسط الميدان، كرات بينية، هذا ما نشوفه لو كان أيمن، ما نشوفه. آخر شيء جت ركلات الجزاء الترجيحية وهي هذه اللي تشوفوها قدامكم. عاندتنا اليوم ركلات الجزاء، ما اجت ويانا اكثر من مره، كنا احنا متقدمين لكن احنا اليوم ما نريد نفوز. في العنوان الابرز لهذه المباراه جمله من الفرص الضائعه، سيطره عراقيه لم تترجم الى انتصار الى فوز في هذه المباراه. وعلى اي حال فرصه اخرى للعراق، نشوف ان شاء الله بشكل احسن في المباريات القادمه بعون الله تعالى. هذا هدف للمنتخب القطري، وأصور هذا نعم أمير العماري. مرة أخرى العراق يحاول، ريبين سلقة، قطر يسجل، بشار رسن يضيع. المنتخب العراقي في هذه المباراة استطاع أنه يثبت للجميع انه هو بصحة وعافية ودا يتحسن يوم بعد يوم، ونحمد الله ونشكره على ما على هذه النعمة. يعني عندنا لاعبين اليوم ما كنا نحلم فيهم، انت تتكلم عن ما لا يقل عن 15 لاعب قبل اشهر ما كنا نحلم بهم اساسا. المنتخب العراقي استثمر وجود دانيلو سعيد، احمد علي وبقية اللاعبين اللي شفناهم اليوم، شهدت المباراة همتين عودة ميمي، أهم دفعة معنوية للاعب أنه يرجع للمنافسات وللعب من جديد. بسم الله التوفيق، وأنه يرجع ميمي اللي نعرفه. شوفونا نحن في المباراة الماضية تحدثنا عن الضغط على اللاعبين، على المنافس، الضغط عليه على لاعبيه، وأنه العراق بطيء بالضغط، وهذا الأمر متوارث وفي كل الخطوط في كل المنتخبات العراقية وحتى بالأندية العراقية، ويتراجع العراق إلى خطوط خلفية كثيراً، وما يصير ضغط على المنافس إلا لما يصلون إلا عندما يصلون إلى قوس جزاء العراق أو قريب من منطقة جزائنا. كأساس عالج هذه المسألة اليوم أمام قطر، استطاع أن يفرض الضغط على لاعبي الفريق القطري في ملعبهم. طبعا مو ضغط مثل اللي نتمنى، ضغط جماعي في كل المراكز، لكن كان أكو ضغط واضح أن العراق يضغط على لاعبي الفريق القطري في ملعبهم. البعض يقول انه هذا الامر يحتاج الى لياقه بدنيه عاليه والى تمرس والى كذا. المهم هسه ان كان يحتاج او لا يحتاج، انت لازم تضغط على اللاعب قبل لا يصل الى منطقه جزائك، واذا خاصه اذا الكره عنده لازم تكون عندك عمليه ضغط منظمة على حامل الكرة وعلى الخطوط بشكل عام. كأساس اليوم سوى هذا الموضوع وبشكل واضح للناظر يشوف أن العراق حاول أنه يضغط الفريق القطري على حامل الكرة على الخطوط في ملعبه في أكثر من مناسبة. النهج العراقي، الأسلوب الهجومي العراقي اللي انتهجه
وينتهج ولا زال يصر عليه ويستمر عليه العراق هو الكرات الطويلة والعرضية أو المرسلة إلى منطقة جزاء الخصم على رأس أيمن حسين. بداية العراق بأيمن حسين هي أكبر دليل على أنه العراق لا زال يصر ومستمر على أسلوبه الهجومي الأوحد اللي هو الكرات الطويلة والمرسلة من الخطوط البعيدة، سواء كان من الخط الدفاع من الخطوط الدفاعية أو من الجوانب، الكرات هذه المرسلة العرضية والطويلة على رأس أيمن حسين، أو اعتماد على اللعب المباشر أو الكرة الثانية. ها أسلوب الهجومي المتبع للفريق العراقي، وهو أسلوب غير ناضج وغير فعال، ولكن العراق يصر عليه لأن ما يعرف غيره. الآن في الشوط الثاني مثلا لما إجا دانيلو سعيد ودخل أحمد علي وغيرهما من اللاعبين نتمنى لهم التوفيق وبداية مباركة، شفنا لمستهم واضحة. أحيانا الفريق أو الكادر التدريبي يمنح الفرصة إلى لاعبين لمباريات ودية تتجاوز 30 مباراة دولية ولا زلنا ننادي بمنح الفرصة، ولاعب يدخل لك ربع ساعة يقنعك ويقول لك أنا لاعب موجود ولاعب كبير وأني على قدر المسؤولية. مثلا دانيلو سعيد وأحمد علي اللي لما دخلوا بين اللمسة مبين اللاعب هيك وانت مغمض تحسه تشوفه متمكن من الكرة، متمكن. دانيلو دخل لك ايش قد دخل؟ ربع ساعة 20 دقيقة زين. هذا بعد لم ينسجيب لم اخذ لانس مع الفريق، فتعطي مجال ان شاء الله شوف خير الخير قدامنا. شكرا جزيلا لكاساس اللي استطاع انه يشعل المنافسة بين اللاعبين وانه يجيب لنا لاعبين ما كانوا لا على البال ولا على الخاطر. اليوم احمد علي لمسته هيك هاي الارضية الباص هيك هذه تحسه جاي يقص بقلاوة دهين ابو علي. احمد علي ان شاء الله بالمستقبل اذا سوى شوي عن مشكلة اللغة قالوا لي او ما حسب ما اسمع شوي عنده مشاكل باللغة، يعني يجود الفرنسية او شوية انجليزي والعربي هم شوية والكردي هم شوية. يوم دا قال بيجي بالنتائج وشفت اليابان فايزة على كندا 4-1، يابا قطعت العالم تقطع هاي اليابان، هاي شو يسوي بينا شلونها؟ اخي شوفنا تشارة والله شوفنا شوفنا صرفة قبل لا يطيح الفاس بالرأس. قوة هجومية ضاربة عند المنتخب الياباني، يقابلها إن شاء الله قوة دفاعية ضاربة عند المنتخب العربي. إن شاء الله ماكو غير هذا الحل. أنت شو منين نجيب لك مهاجمين هيك عندنا ويصنعوا لك الفارق؟ ماكو. إن شاء الله عندنا لاعبين بهم الزود علي الحمادي والحموي وحسين لاوندي وإن شاء الله ميمي، ونتأمل وايجا إحنا ندعي شو عندنا إحنا هالفترة هذه غير بقى نستلمهم دعاء منا الى ربك يفرجه. شلون شو بدينا عنه؟ انا بالنسبه لي والله مرتاح نفسيتي ودا اشوف الفريق ماشي عدل وصح، ومرتاح نفسيتي اكثر لان هو المشكله يقول لك عمي لا تنطيهم بال، بس انا ما ارتاح اذا ما ادعس البطن كم واحد من عندهم. اما هذول يا جماعه الدوريات الرابعه والخامسه والسادسه هم هذول اللي تحكي عليهم، شفتهم؟ شفت دانيلو اليوم شلون يهفي لهم تهفي؟ هاي بعدها بالبدايه. اي خليه يحمي وشوف الحكي شلون. هذا احمد علي جانا من الغيب، هذا ما تعرف كاساس منين جابه، شلون لقطه ما ادري. ان شاء الله ان شاء الله منا وهيج الدور راح نستقر ونثبت على التشكيل على اللاعبين الاساسيين. صارت الرؤيه واضحه عند كاساس. بالدفاع خط الوسط بالهجوم مباريات اكثر استعداد اكثر راح تشوف الفريق ينضج شوي شوي. خلينا نخلص ذبحونا ذبح مباراه الهند ومباراه تايلاند ومباراه الهند ومباراه تايلاند ومباراه الهند ومباراه صار لهم شهر مش كثر لا شايل بدماغه بلوكي قافل مغرضين لا احنا اصدقاء احنا احبه
كارهين حاقدين مبينين ان هذول بس انت شو تسوي يعني لازم تجامله تقول له لا انت مو روح رياضي عادي ما بيها شيء. يلا نشوفكم بالمباراه الجايه واريد منكم تعليقات حلوه تشفي وتورد القلب. في امان الله.